لو الحكاية فيها إن فيتو. نروح بعد كده لبرج الأسد. الأسد النهاردة عندهم القمر في المنزل ال 12، والنهاردة أقول لمواليد الأسد حاولوا تنظموا أولوياتكم وما تنهكوش قوتكم، لأن في تنافر فلكي في منازل الصحة، فما تضيعوش مجهودكم في أن أنتوا تبقوا عايزين كل حاجة في وقت واحد. حاولوا تنظموا مجهودكم قد ما تقدروا.